السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ثروت على صفحة مانيتون السمنودي يرحب بكم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة المحاضرة الأخيرة لدورة تعليم اللغة الروسية للمبتدئين المستوى الرابع، وهناخد النهاردة إن شاء الله prepositional case أو حالة حرف الجر. كالعادة هنبدأ بالأسماء nouns in the prepositional case في حالة حرف الجر. Prepositional case is used with prepositions. يعني تستخدم حالة حرف الجر دي مع حروف الجر. يعني بيبقى فيها حروف جر بتدل أو بتنم على إن الجملة المستخدمة دي فيها حرف جر. زي ياض هو ما يؤاتني فيها. أنا بفكر في الكتاب. I think about the book. The word book was transformed from the nominative knyga into the prepositional knyga. يعني بيقول لك ان كلمة كتاب تحولت من الحالة الاسمية للشكل ده كنيجة، الشكل الاصلي ليها كنيجة، الى الشكل ده كنيجة. طبعا احنا بنجيب اي حالة اعرابية سواء كانت حالة حرف جر او مضاف او مفعول به، تمام؟ بنجيبها من ايه؟ بنجيبها من الاصل او اساس الحالة الاسمية. يعني ده كنيجة ده حالة اسمية، ممكن نجيب منه حالة حرف الجر أو حالة المضاف أو حالة المقصود على حسب الحالة اللي احنا عايزينها. وهنشوف الجدول تحت ده بيوضح لنا ازاي التغيرات اللي بتطرأ على الأسماء في حالة حرف الجر سواء كان مفرد مذكر أو مؤنث أو محايد. هنبدأ بالاسم مفرد المذكر اللي بينتهي بكونسوننت أو حرف ساكن بنضيف له مباشرة تانية، زي برات أخ هيبقى شكلها كده في حالة حرف الجر براتيا. مثال لذلك يا دوميو أبراتي، أنا بفكر في الأخ، تمام؟ فهنا دخول حرف الجر أو على الاسم خلاه بالشكل ده، بدل ما هو كان كده براد بيجي شكله كده بدخول حرف الجر أو، وحرف الجر أو ده معناه about. ولما أقول حالة حرف الجر يعني إحنا نستخدم فيها حروف الجر بتدخل على الأسماء أو الصفات، تمام؟ حرف الجر زي حرف الجر أو about، أو حرف الجر the بمعنى في أو بداخل، أو حرف الجر ما بمعنى على أو في، تمام؟ بالنسبة للاسم، الاسم اللي بينتهي بإكراتكا بيحذف في حالة لو دخل عليه حرف الجر الإكراتكا ونضيف إيه؟ زي جيروي بطل هيبقى شكلها كده جيرويا. مثال يا دوما أ جيرويا. الاسم المفرد المذكر بينتهي بميقظ نك، بنحذف الميقظ نك ونضيف إيه؟ زي أوتشيتل مدرس هيبقى شكلها كده في حالة حرف الجر أوتشيتل. مثال يا دوميو اب اوتشيتليا، انا بفكر في المدرس. طبعا هنا قلنا اب وليس ايه وليس او، هي اب او او بمعنى اباوت، لكن احيانا بنستخدم اب مكان او في حاله لو الاسم اللي هيجي بعدها ابتدى بحرف من حروف الاو زي كده، او الا او الاو او الاي او الاي، تمام؟ لكن هما الاثنين لهم نفس المعنى. الاسم المفرد المؤنث اللي بينتهي بـ آ بتحذف الـ آ ونضيف ي في حالة حرف الجر، زي سيسترا أخت هتبقى شكلها كده سيستيريا. مثال يا دوميو أسيستيريا. الاسم المفرد المؤنث اللي بينتهي بـ آ بتحذف الـ آ ونضيف ي، زي نيديليا أسبوع هيبقى شكلها كده في حالة حرف الجر، في حالة لو دخل عليها حرف جر نيديليا. يا دوميو أنيديليا. الاسم مفرد المؤنث اللي بينتهي بإيا بتحذف الإيا وبنضيف إيي، زي ماريا اسم ماريا هتبقى شكلها كده في حالة حرف الجر لو دخل عليها حرف جر يعني ماري. مثال يا دوميو أماري، أنا بفكر في ماريا، تمام؟ بالنسبة للاسم المؤنث اللي بينتهي بميركزنك هنحذف ميركز نك ونضيف إيه، زي ديفير باب هيبقى شكلها كده ديفيري. مثال يا دوميو أدفيري. ننزل للمحايد. المحايد اللي بينتهي بأو بنحذف الأو ونضيف ي، زي ليتسو هيبقى شكلها كده ليتسيا في حالة حرف الجر. ومثال لذلك يا دوميو أليتسيا. الاسم المحايد بينتهي بي بنحذف الي ونضيف ي، أو بتبقى زي ما هي، زي كلمة موريا بحر هيبقى شكلها كده موريا زي ما هي بحر. ومثال ذلك يا دوميو أموري، أنا بفكر في البحر.
اسم المحايد بينتهي ب اي اي بينتهي ب اي اي زي فريميا شكلها كده في حاله في الحاله الاسميه. شكل الفريميا هيبقى كده في حاله حرف جر فريميني سوري زي كلمه زدانيا مبنى هتتحول للشكل ده في حاله حرف جر زداني مثال يا دوما ازداني. بالنسبه للاسماء اللي بتنتهي ب اميا هتحذف الام يا ونضيف ام ي ان اي في حاله حرف الجر زي فريميا وقت هيبقى بالشكل بتاعها كده في حاله حرف الجر فريميني مثال يا دوما يو افريميني انا بفكر في الوقت يا دوما يو افريميني. دي اشكال بعض الاسماء اللي بتاخد بعض حروف الجر ايرابورت مطار لما هقول في المطار يبقى في ايرابورتو بيرج شط او ساحل او ضفه لو هقول على الضفة يبقى أنا بيرجو يعني في أسماء بتاخد حرف الجر ذا وأسماء بتاخد حرف الجر نا هما الاثنين بمعنى في ونا دي برضو تحمل معنى على يوت آيس نالي نا نا نالدو نالدو على تلج جوت سنة فجادو في السنة ليس غابة فليسور في الغابة بول فلور نابولو سات حديقة في سادو سنيك جليد في سنيكو أو نسنيكو أوغل كورنر ناوغل أو في أوغل شكاف دولاب في شكافو في الدولاب. Remember Matt and Dutch are irregular يعني الاسم زي Matt و Dutch دي أسماء شاذة. The prepositional singular form are materi and doceri. الاسم في حالة حرف الجر حالة حرف الجر بالنسبة للمفرد مش الجمع شكلهم هيبقى كده مات مات دي هتبقى شكلها كده materi تمام دوتش هتبقى شكلها كده دوتشري ده في حالة حرف الجر بالنسبة للسينجولر وليس الجمع. بالنسبة للpropositional case plural بلورال في حالة الجمع هنشوف ازاي بين اشكال الاسماء في حالة حرف الجر في الجمع. بالنسبة لاسم مفرد المذكر اللي بينتهي بساكن كونسونانت بنضيف له مباشرة ا خا زي اكتيور ممثل هيبقى شكله كده في حالة حرف الجر لو دخل عليه حرف الجر اكتيوراخ مثال ذلك يا دوما يو اب اكتيوراخ انا بفكر في الممثلين طبعا هنا up بتساوي او بمعنى about لكن احنا قلنا ان في حالة الاسم اللي يبدأ بحرف زي a او o او e تمام نجيب up مكان o. بالنسبة لاسم المفرد المؤنث اللي بينتهي ب a هنحذف الاو ونضيف a ها زي سيسترا هيبقى شكلها كده في حالة حرف الجر سيوسترا في حالة الجمع مثال يا دوما يو اس يو ستراخ انا بفكر في الاختات. الاسم المحايد اللي بينتهي ب او بنحذف الاو في حاله الجمع ونضيف اها اها زي ليتسوج هيبقى شكله كده في حاله حرف الجر ليتساخ مثال يا دوما يو ا ليتساخ. الاسم المذكر بينتهي بيكراتكا بيتم حذف الايكراتكا في حاله البريبوزيشنال كيز بلور ونضيف ي ها زي جيروي بطل هتبقى شكلها كده جيروياخ ابطال مثال يا دوما يو ا جيروياخ. الاسم المفرد المذكر بينتهي مياخزنك هنحذف مياخزنك ونضيف ي خا زي سفير هيبقى شكلها كده سفيرياخ يا دوما يو اسفيرياخ ده المثال بتاعها. الاسم المحايد اللي بينتهي بي بنحذف الي ونضيف ي خا زي موريا بحر هيبقى شكلها كده مارياخ بحار مثال ذلك يا دوما يو امرياخ او امورياخ بفكر في البحر. بالنسبه للاسماء المؤنثه اللي تنتهي بيا عند الجمع في حاله البريبوزيشنال كيس هنحذف الياء وهنضيف ي خا زي نيانيا بنت العم او بنت الخاله هنحذف هنحذف الياء وهنضيف ي خا فشكلها تبقى كده نيانياخ بنات العم او بنات الخاله مثال لذلك يا دوماي ا نيانياخ انا بفكر في بنات العم او بنات الخاله ده الشكل بالنسبه للجمع.
لكن اتذكر ان في اسماء شاذة برضو فين في حالة حرف الجر بالنسبة لأسماء في حالة الجمع، زي براتيا ده الشكل بتاع براذرز في حالة الاسمية شكلها كده في حالة حرف الجر بالنسبة للجمع، براتيا يعني مش هيطبق عليها القاعدة اللي فاتت بتاعت حالة الجمع. دروزيا أصدقاء، دروزيا أخ. سينوفيا سانز، سينوفيا أخ. ماتيري ماذرز، ماتيري أخ. دوتشري دوترز، دوتشري أخ. ديتي تشيلدرن، ديتي أخ. يعني دي أسماء شاذة مش هيطبق عليها القاعدة اللي احنا قلناها من شوية. هنشوف الـ adjectives in the prepositional case. الصفات معروفة ان الصفات بتتبع الاسم سواء في الجنس او العدد او النوع، تمام؟ وهنشوف الخطوات دي مع بعض، او اشكال الصفات في حالة حرف الجر بالنسبة للمفرد المذكر والمؤنث والمحايد والجمع. بالنسبة للصفات اللي تنتهي في المذكر بإي إيكراتكيا، بنحذف الإي إيكراتكيا في حالة حرف جر ونضيف أو إم، زي نوفي جديد، شكلها هيبقى كده نوفم في حالة حرف جر. مثال يا دوميو أنا بفكر أنوفم كين دروبيا، في صديق جديد. طبعا هنا لما دخل حرف الجر على الصفة خلاها بالشكل اللي احنا شايفينه ده دلوقتي نوفم، لكن شكلها الأصل كان كده في الحالة الإسمية نوفي، تمام؟ فبيجي شكلها كده في حالة حرف جر نوفم دروجيا، ودروجيا كان آخرها دروك، تمام؟ آخرها حرف الجي، وطبعا أضافت الياء إليها لأنه اسم مفرد مذكر انتهى بساكن فتم إضافة إليه ياء بسبب دخول حرف الجر عليه، تمام؟ الاسم الصفة المؤنثة المذكر اللي بتنتهي بأو إي كراتكا بتحذف الـ OE كراتكيا وبنضيف مباشرة الـ OM، زي بالشوي، زي بالشوي كبير، شكلها هيبقى كده في حالة حرف الجر بالشوي، تمام؟ يا دوميو أ بالشوي براتيا، ده الشكل بتاعها في حالة حرف الجر، تحول من الشكل ده بالشوي إلى الشكل ده بولشوي، تمام؟ بالنسبة للصفة المذكرة اللي بتنتهي بإي إي كراتكيا بيتم حذف إي إي كراتكيا ونضيف إي إم، زي خروشي، هيبقى شكلها كده في حالة حرف الجر خروشي. مثال يا دوميو أ خروشي ستوليا، أنا بفكر في ترابيزة جديدة أو ترابيزة كويسة جيدة، يبقى خروشي دي معناها جيد. المثال بتاعها هيبقى كده أ خروشي ستوليا. بالنسبة للصفات المؤنثة اللي بتنتهي بآيا هيتم حذف الآيا ونضيف أو إكراتك، زي نوفا جديد جديدة، هيبقى شكلها كده في حالة حرف الجر نوفوي. يا دوميو مثال يا دوميو أنوفوي بدروجيا، بفكر في صديقة جديدة. طبعا علشان دخول حرف الجر على الصفة نوفا فبيجي شكلها كده نوفوي هنا زي ما احنا شايفينه، وبدروجيا كان آخرها حرف الآ ولما دخل حرف الجر على الاسم خلاها بالشكل ده بدروجيا. طيب الصفة المؤنثة اللي تنتهي بيايا هيتم حذف اليايا وهنضيف ي اي كراتكا، زي سينيا ازرق، هيبقى شكلها كده في حالة حرف الجر سيني. مثال لذلك يا دوميو ا سيني كنيجي، انا بفكر في كتاب ازرق. طبعا سيني تحولت من الشكل الاساسي بتاعها سينيا اللون الازرق الى الشكل ده سيني اللي احنا شايفينه هناك بسبب دخول حرف الجر. بالنسبة للصفات المحايدة اللي بتنتهي بأوي بيتم حذف الأوي من الصفة في حالة حرف الجر ونضيف أو إم، زي نوفا هيبقى شكلها كده في حالة حرف الجر نوفا. مثال يا دوميو أنوفا أوكنا، تمام؟ أما الصفة المحايدة اللي بتنتهي بأي يتم حذف الأي ونضيف ي إم، زي خروشية جيد، هيبقى شكلها كده في حالة حرف الجر خروشي. مثال يا دوميو أخروشي أوكنا. أما بالنسبة لصفات الجمع بتنتهي إما إي أو إي، في حالة الصفة لو انتهت بإي يتم حذفها الإي وهنضيف إي خا، زي نوفيا جودد، دي صفة جمع في حالة النومينيتيف كيس، حالة الحالة الإسمية، يتم تحويلها للشكل الثاني نوفخ في حالة حرف الجمع. مثال يا دومي أنوفخ بدروجاخ، بفكر في أصدقاء جودد. طبعا هنا الصفة دي تغيرت من الشكل بتاعها نوفيا جودت إلى الشكل نوفخ
اللي موجود عندنا هنا بسبب دخول حرف الجر أبو وبدروغاخ دي أصدقاء في حالة الجمع أي اسم في حالة الجمع. أما الصفات اللي تنتهي في الجمع بإيه هيتم حذف إيه وهنضيف إيخا زي خروشية جيدين أو كويسين أو طيبين هتتم تحولها للشكل ده كده خروشية. مثال يا دومن وآخروش خكينجاخ بفكر في كتب جديدة في كتب جيدة. هنشوف شكل البوزيسيف بروناونز in the prepositional case صفات الملكية في حالة حرف الجر. لما يكون الشيء اللي أنا همتلكه الشيء اللي أنا همتلكه في حالة حرف الجر مذكر مفرد مذكر تمام مع الضمير يا بستخدم مايون ومايون بمعنى ماي كل ده هيبقى معنى ماي او الفقره الجايه تبقى بمعنى ماي مش كلهم يعني بمعنى ماي مايون مع الضمير تيت فايون يور مع الضمير اونيفو هيز مع الضمير انا يو هير مع الضمير مي ناشن اور مع الضمير في فاشن يور مع الضمير اني اير زير. طيب ده لو الشيء اللي انا همتلكه مذكر. طب لو الشيء اللي انا همتلكه مؤنث تمام مفرد مؤنث تمام مع الضمير يا بياخد ماي ماي مع الضمير تي فاي مع الضمير اون ايفو انا يو مي ماشي في فاشي اني اير تمام. طيب لو الحاله اللي انا همتلكها محايده تمام مفرد محايد مع الضمير يا هيبقى مايوم مع الضمير تي فايوم مع الضمير اون يفو مع الضمير انا ييو مع الضمير مي ناشم مع الضمير في فاشم. طيب ومع الضمير اني ايخ. طب لو مع جمع لو الحالة انا امتلكها جمع بنوعية مع الضمير يا هقول مايخ زي مايخ كنيجاخ كتبي مع الضمير تي فايخ زي فايخ كنيجاخ كتبك مع الضمير اون يفو كنيجاخ كتبه مع الضمير انا مع الضمير انا هيبقى يو زي يو كنيجاخ مع الضمير مي هتبقى ناشخ زي ناشخ كنيجاخ كتبنا مع الضمير في هتبقى فاشخ كنيجاخ كتبكم كتبكم مع الضمير اني هتبقى ايخ كنيجاخ كتبكم انتم بالنسبه لفاشخ كنيجاخ وايخ كنيجاخ بالنسبه لاني اني هتبقى ايخ كنيجاخ كتبهم. examples هنشوف بعض الأمثلة زي ياجافاريو أمايوم براتيا أنا بأتحدث عن أخي. طبعا براتيا هنا اسم مفرد مذكر بمعنى أخ تمام. فطبيعي أنا هجيب الصفة الملكية مذكرة وتعود على الضمير يا. طب الضمير يا لما تكون الشيء اللي أنا أمتلكه مذكر يبقى مايوم هجيب الصفة مايوم يا جافاريو أمايوم براتيا. طيب مثال تاني يا جافاريو أيفو براتيا أنا بتحدث أو بتكلم عن أخيه أخيه هو يبقى هنا الصفة الاسم هنا مفرد مذكر والشيء اللي أنا هنتلكه مفرد مذكر بيعود على الضمير أون يبقى هقول يفو تمام. المثال اللي بعد كده مي جافاريم نحن نتحدث أناشم أناشم براتيا عن أخينا. طبعا مي الاسم هنا مفرد مذكر ولكن الضمير العائد هنا جمع بالنسبة لمي فهنجيب صفة الملكية عائدة على الضمير اللي هنا مي اللي هي ناشم والاسم اللي امتلكه مفرد مذكر يبقى ناشم براتيا. طب لو الاسم هنا مؤنث يبقى ناشي يبقى على حسب الاسم اللي هنا تمام انا بجيب ايه نوعية صفة الملكية اللي امتلك بها الحاجة. اخر حاجة يا جافاريو افاشم براتيا انا بتكلم عن اخيكم انتم. طبعا الاسم اللي هنا مفرد مذكر فطبيعي اللي انا هجيب اسم الصفة مذكرة عايدة على الضمير يا بس هنا انا بقول الضمير هنا الموجود اللي انا بتكلم عليه اللي هو انتم هجيب صفة مذكرة خاصة بالضمير انتم اللي هي في اللي هي افاشم. بالنسبة للبرسونال برونونز ضمائر الشخصية in the prepositional case في حالة حرف الجر بيكون شكلها كالتالي
تيبيا هتبقى كده مينيه تي تيبيا اون نيوم انا ني مو ناس وي واس اني نيخ اكزامبلز ياغا فاريو ابو مينيا انا بتحدث عني انا ياغا فاريو ابو مينيا فهنا المفروض نقول يا بس هنا يا وقعت خلف حرف جر فهم تتحول الى مينيه ابو مينيه ياغا فاريو ابو مينيه يا جافاريو اني انا بتحدث عنها المفروض تبقى كده يا جافاريو انا انا لكن هنا في وقعت حرف الجر فبيجي شكلها كده ني فبقول يا جافاريو اني ده شكل الضمير انا تمام في حاله لو وقع في حاله المفعول في حاله حرف الجر اما الديمونستريتيف بروناون اللي هي اسم الاشاره In the prepositional case هيكون شكله كالتالي ايتت هيبقى شكله ايتم كده في حالة حرف الجر تو ذلك بمعنى هيبقى كده توم ايتا هذه مؤنس هيبقى شكلها ايتوي وطا تلك هيبقى شكلها توي اما بالنسبة للجمع ايتي هؤلاء هيبقى شكلها ايتي ده جمع مذكر وتي هتبقى شكلها تيخ examples مثال يا جافارو اب ايتيخ كنيغاخ انا بتحدث عن تلك الكتب او هذه الكتب طبعا كنيغاخ هنا جمع فبالتالي جيب مصفة الجمع للكنيغاخ وهي ايتيخ تمام او هي جمع بنوعية يعني مفرد جمع مذكر وجمع مؤنث اللي هي ايتي ايتي وايتيخ هي جمع بنوعية عامة سواء جمع مذكر او جمع مؤنث او جمع مفرد تشي تايتيا هنقرأ القطعة التالية تمام وده مجرد تدريب على ايه على الحالة اللي احنا خدناها دلوقتي على حالة حرف الجر في بالشوم دوميا في المنزل الكبير طبعا هي حالة حرف جر دي صفة المفروض يبقى شكلها بالشوي بس تم ادخال حرف الجر عليها فتم حذف الاو اي كراتكا واضافة الاو ام اللي احنا شايفينها وكلمة دوم دوميا دي المفروض يبقى اصلها دوم من غير ي بس دخل فيها حرف الجر ف فتم تحويل فتم اضافه ي يعني هو اسم مفرد مذكر ينتهي بساكن تمام في بالشوم دوميا مالينكيا كفارتيرا في المنزل الكبير في المنزل الكبير دوت بتوجد شقه صغيره جيفو تام ايجا ويعيش هناك ايجا دومين إيجينا يفو إيرا واحد اسمه إيجار ومراته اسمها إيرا إيجار إنجينير إيجار بيشتغل إنجينير مهندس روبوتيت نازافوديا بيشتغل فين في المصنع أهو دي حالة حرف جر روبوتيت هو يعمل نازافوديا في المصنع نح في تمام أو هي بمعنى في أو على بس هنا جاي بمعنى في وزافوديا المفروض آخر زافود المصنع حرف الدي تم إضافة إليها ليه؟ لأنها حالة حرف جر اسم مفرد مذكر ينتهي بساكن إيرا سيدي دوما وإيرا بتشتغل في البيت ونيخ مالينكي سين فالوديا عندهم ابن صغير اسمه فالوديا في مالينكوي كفارتيريا في الشقة الصغيرة دي في مالينكوي كفارتيريا المفروض مالينكا مالينكا هيبقى آخرها آيا وجات هنا الصفة مؤنثة لأن الاسم اللي بعديها جاي مؤنث كفارتيرا المفروض بدل اليه دي يبقى موجود حرف الا بس تم إضافة الياء حذف الأ وإضافة الياء لأن اسم مفرد مؤنث ينتهي بأ فتم حذف الأ وإضافة ياء مكان الأ وبالنسبة لمالينك مالينكوي المفروض أصلها مالينكا آخرها حرف الأ يا تم حذف الأ يا وإضافة أو إكراتك لدخول حرف الجر في على الصفة والاسم وهنا الصفة بتتبع الاسم اتبعت الاسم الاسم هنا مفرد مؤنث فالصفة جت مفرد مؤنث سوت شيستا كل حاجة في البيت يعني نظيفة اي اوكاراتنا اكوراتنا ومنظمة ناويوتنوي كوخنة وفي المطبخ باخنة في سجدة برياتنا الريحة في المطبخ دايما كويسة باخنة دي معناها الريحة كويسة او ريحة شيء عامة برياتنا يعني ريحة يعني كويسة يعني حياة كويسة في مالينكوي كومناتي في الشق في الأوضة الصغيرة برضو هنا حالة حرف جر دخلت على الصفة غيرتها ودخلت على الاسم غيرته زبيت ينام فالوديا في كرافاتي في السرير
برضو هنا دخل دي حالة حرف جر بكرافاتي في السرير، دخل حرف جر على كلمة كرافات المفروض أخرها ميحقز نق، تم حذف الميحقز نق وأضافت إي لدخول حرف الجر في عليها. يعني في الأوضة الصغيرة دي ينام مين؟ ابنهم فالودين. بيوت شاي يشربون الشاي، نقوخنا في المطبخ برضو هنا كوخنا، نقوخنا دي حالة حرف جر تمام. تم إضافة إيه؟ الياء إلى الاسم ليصبح في حال حرف الجر بسبب دخول حرف الجر ما عليها. إيرا إي بابوشكا كاتيا، وإيرا وجدتها كاتيا نابلشوم ستاليا، يعني قاعدين على الترابيزة الكبيرة. برضو نفس الكلام مفروض دي حالة حرف الجر برضو نابلشوم ستاليا. تشاشكي كامفيت برضو فناجين موجودة، كامفيت والحلوة بتشينيا والحلويات. سيفودنيا في خدنيا، والنهاردة أيام أجازة، يعني في خدنيا دي يعني أيام عطلات أو أيام أجازة. سيفودنيا وناس فاسكريسينيا، والنهاردة يوم الأحد. جديجي سكاجيتي إيجار، أين إيجار؟ أونسي تشاس نافوتبوليا، هو بيلعب كرة قدم. أبص أونسي تشاس نافوتبوليا برضو ده حالة حرف جر، مفروض فوتبول أخرها حرف الإل، تم إضافة ي إليها لدخول حرف الجر ما عليها. إيجار إيدروب إيفو كوليا، إيجار وصديقه كوليا. فاسبونيايت في شكوليا، وتشيتسا في شكوليا بيدرسونا في المدرسة. إناغدا بيلا سكوشنا، ومش بيشعروا بالملل أبدا. نو إيرا إيجار إي كوليا، ولكن إيرا وإيجار وكوليا. بيلي في سجدا ني راز لوتشيني. كوليا متشيتال، كوليا ده كان بيحلم أب إيريا أو بيفكر في إيريا. إي إيجار متشيتال أب إيريا، وإيجر ده نفس الكلام بيفكر في إيري أو بيحلم بإيري. إيجر إي إيرا في ميستيا، إيجر وإير وإيرا دي معا جيفود بيوتنوي كفارتيريا، بيعيشوا مع بعض في الشقة بتاعتهم. كوليا في مانينكام دوميا، وكوليا ده عنده منزل صغير برضه ده حالة حرف جر هنا في مانينكام دوميا. جيفود نو كفارتيرا بلشايا، جيفود نو كفارتيرا بلشايا، لكن الشقة بتاعته أو الشقة بتاعته جميلة يعني كده كبيرة. نو كفارتيرا بلشايا. اون بيزنس مين، هو رجل أعمال بوغاتي غني. جينا كراسيفيتسا رايا، عنده زوجة اسمها رايا كراسيفيتسا يعني جميلة. دروزيا جافاريت أفوتبوليا، والأصدقاء يتحدثون عن كرة القدم برضو. جافاريات دي يتحدثون أفوتبوليا، دي حالة حرف جر. سيفودنا بلوخا إجرايوت، النهاردة الفريق لعب مش كويس، الفريق كرة القدم يعني كان لعب بأداء مش كويس. نوكوليا نيه أفوتبوليا دوميت، ولكن كوليا لا يفكر في كرة القدم دي. إنيه آرايا، ولا يفكر في رايا اللي هي زوجته. ده كان تدريب بسيط على حالة حرف جر، أتمنى إن حضراتكم تكونوا استفدتوا، واللي عنده أي سؤال إن شاء الله تفضل أسفل أي محاضرة أو كل محاضرة، وإن شاء الله نجاوب لكم على أي سؤال.